الشباب دخلوا على المدرسة ومن المدرسة رح يطلعوا على المعهد الرياضي مشان يطريون على المداهمة وعالزيرة شوي شوي عم ياخذوا مبنى ورا مبنى وإن شاء الله في تقدم. في هنيك بعض المدنيين اللي هدول يعني عم بيجوا نحن خايفين عليهم، نحن يعني واقفين ولا حمايتهم حسبي الله ونعم الوكيل، خاصة نحن واقفين مشان نحمي المدنيين. في قناصين هنيك معي؟ في قناصين عم بضرب الولد وعم بضرب المرأة وعم بضرب ما عم بيرحم حدا بس عم بضربوا بعض المدنيين الخائفين من قناصين النظام. حسبي الله ونعم الوكيل تكبير الله اكبر. بعض المدنيين الخائفين من قناصين النظام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الفتح في خلفه